اليوم إن شاء الله حسوي معاكم فرايد رايس. أحلى شيء في هذه الوصفة إنه يمديكم تستخدم الخضار اللي أنتوا تفضلوها مع نوع البروتين اللي أنتوا تحبوه، يعني تقدروا تستخدموا دجاج، تقدروا تستخدموا لحم، سمك أو شرمب. أنا اليوم هستخدم شرمب روبيان، والخضار هذه هتكلم عنها بالتفصيل. وكمان أحلى شيء في هذه الوصفة إنه تقدروا تستخدموا أشياء left overs، يعني مثلا من اليوم اللي قبله زاد عندكم خضار، زاد عندكم دجاج مطبوخ، رز مطبوخ، تقدروا تجمعوها مع بعض وتقلوها في وك أو في مقلاية كبيرة ويطلع معاكم فرايد رايس. المكونات اللي حنحتاجها عندي هنا: زيت نباتي، بازاليا مجمدة، فلفل رومي، جزر، فيش صوص أو صلصة السمك، بصل أخضر، حنستخدم الجزء الأخضر والجزء الأبيض، توم مقطع صغير مع زنجبيل، سراتشا صوص اختيارية، سمسم محمص، سويت صويا صوص اللي هي صلصة الصويا الحلوة، كزبرة، رز مسلوق، وعندي هنا روبيان منظف ومقشر قطعته أجزاء صغيرة بس خليت هادي عشان هستخدمها في التزيين. طيب، أول حاجة تبلت الروبيان بملح وفلفل أسود، ما ذكرت الملح والفلفل الأسود من ضمن المكونات. دحين حضيف الزيت وحضيف الروبيان. المقلاية طبعا سخنتها، لازم تكون حارة. نقلب لمدة دقيقة أو دقيقتين لين يتغير لون الروبيان، لأن الروبيان ما يحتاج وقت طويل عشان ينطبخ. لو طبخناه زيادة عن اللزوم حيصير ناشف ومطاطي. دحين حنقل الروبيان لصحن جانبي. نضيف الخضار، نضيف الجزر والبازاليا والفلفل الرومي. ممكن في هذه المرحلة تزيدوا شوية زيت لو حسيتوا انه قليل. اضفت الجزء الابيض من البصل الاخضر، حضيف التوم والزنجبيل واقلبهم الين تظهر نكهة التوم او ريحة التوم. طبعا ما نبغى نخلي التوم كتير على النار عشان ما نبغى ينحرق ونكهة التوم المحروقة ما تطلع لذيذة. دحين هرجع الروبيان، حضيف السوسز، واخر شيء نضيف الرز. طبعا السبب اني ما اضفت الروبيان من البداية زي ما قلت لكم يحتاج وقت قليل للطبخ، وغير كده في البداية لما نضيف بس الروبيان مع الزيت عشان نبغاه ياخذ لون. دحين حضيف كل السوسز، حضيف السراتشا والفيش صوص صلصة السمك والسويت، واخر شيء نضيف الرز ونقلب كل المكونات كويس مع بعض. دحين حضيف الكزبرة وحقفل النار. كده خلص الفرايد رايس، مرة ما أخذ وقت. حزين بالسمسم والبصل الأخضر. طيب، بالنسبة لبعض المكونات هتكلم عنه وحصور لكم هي عشان عارفة حتجيني أسئلة عليها. هذه هي السراتشا، صلصة السراتشا حارة، وهذه الفيش صوص أو صلصة السمك، تلاقوها في السوبر ماركت في قسم المنتجات الآسيوية. لو ما عندكم ممكن تستبدلوها بصلصة صويا عادية مالحة، بس انتبهوا من الملح سواء مع صلصة السمك أو صويا صوص، لأنه هي أساسا مالحة. ف يعني آخر الطبخة شوفوا، أنا ما أضفت ملح غير بس للروبيان. آخر شيء انتوا دوقوها وشوفوا، لو تحتاج ملح زودوا. في كمان نقطة مهمة، الوجبة حقت اليوم تعتبر وجبة صحية ومتكاملة، لأنه فيها بروتين من الروبيان، وفيها نشويات من الرز، وفيها دهون من الزيت. ممكن لو تبغوا يكون يعني صحي أكتر، بدل ما تضيفوا زيت نباتي تضيفوا زيت زيتون أو زيت سمسم، بس زيت السمسم لا تكتروا منه لأنه نكهته قوية وممكن تطغى على كل النكهات اللي موجودة في الفرايد رايس. وكمان في ألياف من الخضار اللي حطيناها. ممكن كمان لو تبغوها تكون صحية أكتر تحطوا رز بني،
مسلوق او وايلد رايس. انا جربتها قبل كده بالوايلد رايس، مره طلعت لذيذه وبالعافيه.